السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات طلاب الثانوية العامة دفعة 2022. أهلا وسهلا بيكم يا شباب، كل سنة طيبين، يا رب إن شاء الله تبقى سنة كويسة وربنا يوفقكم وتبقى سنة سعيدة وكل واحد فيكم إن شاء الله يحقق حلم. إحنا عاملين الفيديو ده للناس اللي بعتت بتسألنا على نظام مجموعات أونلاين هيشتغل إزاي. طبعا شباب إحنا بدأنا في مجموعات أونلاين من الشهر دوت على منصة إديورا. طبعا فكرة مجموعات اونلاين مختلفة عندنا شوية عن النمط التقليدي. هتقول يا مستر ازاي؟ هقولك ان احنا مش معتمدين على فيديوهات مسجلة بتتفرج عليها بس على التطبيق، لا، احنا مغيرين تماما شكل مجموعات اونلاين عشان الناس تستفاد وتحس ان هو في، يعني عارف انت، تفاعل والدنيا تبقى ماشية كويس. فاحنا يا شباب مجموعات اونلاين عندنا بنعملها ازاي؟ احنا مبدئيا ده طبعا نظام بتاعنا بنشتغل على البورد. بص يا شباب احنا بيبقى عندنا في يعني كل اسبوع محاضرة لايف، دي بيبقى ليها ميعاد محدد، يعني انت بيبقى عارف انت مثلا ان انت مثلا كل يوم حد مثلا من 8 ل 10 في محاضرة لايف موجودة. ميزة اللايف ان انت بيبقى في تجاوب معايا، انت موجود معايا على التطبيق بسمع، انت بتقدر تتكلم ترفع ايدك لو عايز تعمل يا جماعة ريز هاند، لو عايز تسأل حاجة بنشرح، بنبدأ نحاول ان احنا نسألك في الحصة، بنخلي دايما الحصة فيها تفاعل عشان الطالب ما يزهقش. فاحنا اول حاجه بيبقى عندنا يبقى الحصص اللايف دي اربع محاضرات كل شهر، بنحاول ان احنا نخلي الحصه على قد ما نقدر فيها تفاعل عشان الطالب يبقى منتبه ويبقى مركز ويستفاد كانه في حصه عاديه بالظبط. بعد كده لو ظروفك ما سمحتش ان انت تتابع الحصه لايف، تاني يوم على طول بتنزل لك مسجله على التطبيق تقدر تتفرج عليها مره واتنين تفضل موجوده معاك. كل محاضره بننزل لها مذكره بي دي اف بيبقى عليها شباب الشرح اللي احنا قلناه او التدريبات او الهوم وورك اللي انت واخده. بعد كده كل محاضره بينزل لها كده زي كويز، انت امتحان بسيط على فهمك للمحاضره دي، ده غير اللي احنا بنحله في الحصه، ده كمان بيبقى فيه بعد كده زي تدريب بسيط كده بعد ما تتفرج على المحاضره عشان تتاكد ان انت فهمت والدنيا تمام. عشان برضو تحس ان الموضوع فيه يعني تفاعل كتير عاملين لك جروب على التليجرام، ده جروب للمتابعة. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت عندك اي سؤال، في حاجة واقفة قدامك، في استفسار بعد المحاضرة، لو انت بتحل في كتاب مثلا اي كتاب معين وفي سؤال واقف قدامك تقدر تصوره وتبعته وتسأل على جروب التليجرام واحنا بنجاوب معاك ويبقى في تفاعل دايما موجود عندنا. يبقى احنا فكرة مجموعات اونلاين حولناها بدل ما هي كانت عبارة عن فيديوهات مسجلة، لا، في تفاعل، في شغل، الطالب بيحل معنا في الحصة لايف، الطالب عنده جروب متابعة يقدر يسأل في أي وقت هو عايز، الحصص موجودة بعد كده يقدر يتفرج عليها تاني، في امتحانات تفاعلية موجودة على المنصة أقدر أخش أمتحن وأعرف مستوايا، امتحانات كتير، فده كله بيخلي الطالب يحس بالالتزام ويشتغل معانا. فإحنا دايما يا شباب بنقول إن إحنا عايزين إن شاء الله نوصل ونساعدك إن إنت إن شاء الله توصل للدرجة النهائية. فإحنا عاملين برضه يا شباب للناس اللي شغالة معانا خلاص هم موجودين وشغالين، ده بجانب طبعا الفيديوهات بتاعه الشرح موجوده على اليوتيوب زي ما هي، يعني انت فيديوهات كشرح وكمان موجوده على اليوتيوب تتفرج عليها، كان لو انت عايز فيديوهات مسجله دي موجوده على اليوتيوب. الفرق بين اليوتيوب وبين المنصه ان انت بتبدا يبقى في سيستم، نظام متكامل للشرح، لحل الواجبات، للامتحانات، لو انت عندك سؤال تسال، المتابعه على طول، فده بيخلي الدنيا بالنسبه لك شغال. ففي ناس كتير شغاله معانا دلوقتي على مجموعات اونلاين والدنيا بالنسبه لها تمام، في ناس تقول يا مستر طب انا عايز اجرب، عايز اشوف النظام ده بالنسبه لي هيبقى مناسب ولا مش مناسب. فاحنا بالاتفاق مع المنصه قررنا نعمل محاضره ومحاضرتين مجانيه تقدر ان انت تخش وتشوف وتشارك وتبدا ان انت تشتغل. فالكلام ده هيبقى موجود ان شاء الله على التطبيق يوم الاحد الجاي، هتبقى في محاضره مجانيه تقدر تخش فيها، هسيب لك تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو هتلاقي فيه لينك جروب على الواتس هتخش فيه هيقول لك كل التفاصيل. المحاضره يوم الاحد الساعه 8 ان شاء الله من 8 ل 10، هتخش يا ابني على جروب الواتس الموجود تحت هتبدا تتابع معايا في جروب الواتس، هيبقى ابدا ويقول لك مثلا ده الابلكيشن هتنزله من جوجل بلاي مثلا اسمه اديورا، هتخش على المجموعه بتاعت مستر محمد ديب هتلاقي موجود كده مجموعه اسمها مثلا محاضره هديه، هتدوس عليها هتخش على في الجروب. يبقى انت الكلام ده بقى بدري قبل يوم الاحد عشان تبقى موجود معانا قبلها وتبدا تستفاد وتشارك معانا في المحاضره وتشوف النظام وتشوف السيستم ويبقى حاجه ان شاء الله مفيده بالنسبه لك. فاحنا حبينا نعمل الفيديو ده لان احنا جالنا استفسارات كتير من الطلبه، هنعمل ايه؟ احنا عايزين نشتغل اونلاين،
ناس بتبعد دلوقتي. الاتجاه الاونلاين بقى دلوقتي شائع، الطالب دلوقتي بقى مشترك في ماده كذا ومشترك في ماده كذا. هو في ناس كتير بتفضل عايزه تاخد دروسها اونلاين، مش عايز انزل، انا عايز انا اشتغل وانا قاعد كده. لا قدر الله حصل حاجه، ازمه، موضوع كورونا، الدنيا قفلت تاني، يبقى انا عندي سيستم شغال بيه. فاحنا قلنا نعمل الفيديو ده توضيحي للناس اللي عايزه تعرف يعني ايه مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب شغاله ازاي. فانا حبيت اعمل لكم الفيديو ده بنفسي عشان اقول لك يا ريس ان شاء الله نظام الاونلاين بتاعي حصص لايف بس مباشر، بتبقى موجود معايا في المحاضره كانك بالظبط في السنتر، في امتحان تفاعليه، في هوم ورك، في جروب متابعه، لو عندك اي استفسارات، كل الكلام ده على منصه موجوده دلوقتي شباب شغالين على منصه اديورا. وفي فرصه بتيح لك، فرصه انت تجرب معانا ان شاء الله وتشوف الستايل ده ازاي. اشترك معانا في جروب الواتس اللي تحت، هتجي لك كل تفاصيل الاشتراك والابلكيشن، لينك الابلكيشن واستمرت كل حاجه، عشان يبقى الحد الجاي ان شاء الله اللي هو 12/9 باذن الله الساعه 8 بالليل تكون موجودين في المحاضره الهديه اللي احنا عاملينها لكم ان شاء الله. فيا رب يا جماعه ربنا يوفقكم، يا رب تكون سنه سعيده. يعني انا دايما فخور بيكم وفخور ان شاء الله ان انا بكون معاكم. كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.